لا مي غادي يفوقني تبارك لي 16 كامل زعما سياح توريزم. كل بداية موسم الاصطياف وفاش تتوجد باش تخيموا التصيف خصوصا عند سكان اقليم شتوكة ايت باها فتجيهم البال ان الوجهة الامثل هي سيدي وساي، رغم ان الشاطئ يفتقر لبعض المرافق اللي غادي تجعلو ينافس الشواطئ على المستوى الوطني، الا ان حاليا وهذا العام بالضبط سجل عدد قياسي من الزوار. اي فوالا الاخوان، المهم اليوم جيت لسيدي وساي المعرض الاقليمي ديال شتوكة ايت باها ديال التعاونيات والصناعه التقليديه، فيه بزاف ديال الحوايج، كاين اللباس التقليدي، كاين البلاغي، كاين املو، كاين الزيت، كاين كاع هادشي، كسكسو داك بركوكس شنو سميتو. المعرض فيه ديزاتو لي واعرين والعارضين تا هما نيفو واعر، لكن اللي متميز في هادشي كامل هو لا تولي ديال صناعة الحصير. دابا فواحد الورشه ديال صناعه الحصير بالطريقه التقليديه، صدفنا واحد المنتوج المحلي اللي هو غني، اخذوا على عاتقهم انهم خصهم يرجعوا هذا الموروث ويكون يتسوق لباقي المناطق المحيطه بالمنطقه، ولكن اليوم حنا في امس الحاجه لهذا النوع ديال الصناعه التقليديه لان الرجوع الى الاصل فضيله. هذا الشيء اللي كنديروا دابا صناعه الحصير كاين اقبال عليه، ولكن المشكل الماده الاوليه ما كايناش، الزمار قليله، الزمار ما كايناش، ولكن كنحاولوا دابا الله نرجعوا نعلموا الدراري الصغار. انا حنا منذ الصغر لقيت الوالد ديالي 6 سنين 7 سنين كنتعلموا هذا الشيء. المهم كنت داير واحد الفلوق انا في سيدي وساي هذه تقريبا شي عام ونص، وكاينه روايه اخرى تتقول ان سيدنا سليمان فاش داز الطوفان على الكره الارضيه كانت هذه البلاصه فاش خرج. وكان هادشي اللي قلت في ذاك الفلوق مغلوط، وجاني واحد الكومونتير من عندكم ان الحقيقه ولا الروايه الصحيحه هو ان سيدي عبد الرحمن الروندي هو اللي خرج في هذه البلاصه واستقر في هذه البلاصه اللي تسمات سيدي وساي، واللي الاسم ديال سيدي وساي جا انه كان في تواصل مع واحد من الملوك ديال المغرب في ذاك الوقت وقال ليه راه وسيحاك بين افني وتفنين، اللي هو مصطلح بالعربيه اللي هنيتك بين افني وتفنين. هذه هي الروايه اللي صحيحه واللي تيقولوا بزاف ديال المؤرخين انها صحيحه. ساروسي ما غمت هوشيت بودا. والله الاخوان المهم درنا الواجب الوطني اننا جينا وزرنا عاوتاني سيدي وساي، ضربنا واحد الدويره، صورت شي لعيبات نتمنى انهم يعجبكم. بان لي هذا العام انه كاين الاكتظاظ بزاف، زادوا بزاف العويجات اللي عجبوني. كاين غير واحد النقطه بسيطه ان شويه ديال الازبال مازال كاينه، واخا ان الجهات المسؤوله داروا واحد المجهود اللي زوين، زعما الا كان واحد التجاوب ولا التعاون مع الناس المصطفين اللي تيجيو لوساي باش انهم يجمعوا هذوك اللقطات واللعيبات. الجميل في سيدي وساي انني كنت نصور، عيط علي واحد السيد قال لي واه اخويا ضروري خاصك تدخل تفطر عندي. بلا هو دابا تيجيب برارة العباد داك الشيء، هذا الشيء باش زوين المغرب جاي باش انك تقضي واحد الغرس عاد تدخل الطريق ديال الناس وتفطر، هو كلشي قدامي كلشي هو هذا. سبحان الله دابا تنصورها بالتليفون ما بيش نعيط الكاميرا والعباد. الله يعز المغرب وكا داير تجي تقضي واحد الغرض في شي بلاصه تصدق داخل الجوره ديال الناس باش انك تفطر ولا تغطى وتنعس اي حاجه. وتلاقينا كذلك جوج بنات هما تيديروا دي فلوغ. اخوان دابا جيتو لقيت جوج فلوغوز دي بيبي سترز ياك شي حاجه بحال بيبي سترز الله يخليك. شوف طلونك هنا دي بيبي سترز جاو من بيبغا من يوضوار غبيبغا.